سلم عليه اول واحد هي. عرفت اول واحد يقبلك قاعد تشوف عسكري عشان سيدنا السيد. اهلا بكم في هذه الحلقه الجديده المقامة بين عمان وبين المدينة المنورة. بين اختلاف بين اللهجات. بين الكامل والوافي. بين الكامل والوافي. والمدينة المنورة. والمدينة المنورة. اختلاف في اللهجات والواحد يعلم الآخر ما هي لهجة المدينة المنورة. قلت له قول انقلع يا ابو. ما هي لهجة عمان. يا تروح السوقوها انت وياه توكل بعطي الرجال معلومات. مرحبتين معنا اليوم. شلوني عندكم هذا هني يعطيني معلومات خاصة. يقول لي اول ما تدخل مطار انقلع. اسمع اسمع. قول له انقلع يا ابوي. اسمع حاسبني عاد هندي هندي قدام هندي هندي ما هي معلوم حاسبني قالي هندي يا انزل راكب فيه انت ايه تعال تعال انت اسمع تعال معلومنا ايه تعال شوف 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 ابعطيك روم صدقني اعطيك كلمات ما مرت عليك والله العظيم ما باخذ معي والله اني طقطق والله ما اخذ ولا كلمه والله طقطق عليك انا عارف بكره تتورط اعرف اني طقطق والله انا والله بكره تتورط جابر اذا ما ضبطت لك امورك ما اعرف شيء ضبط لي بالفيش بالله تعالى لا تروح وين رايح ما اروح ما اروح بس اطلع كذا يا عندك فرط حركه انت بحور دبر اليوم انت تعال اجلس بحور اليوم رابعته بحور الله يشفيك اجلس يا شيخ امين يا رب خلينا نتكلم جديه اتكلم جديه بس انت ما تبي تقتنع والله انت ضاخ خلاص خلاص جد جد يلا مايك اللي هذا تعرفته عندنا يقول مايك على وشو هه المايك يقول له على وشو مايك عندنا لا ما اعرف كيف يعني مايك يقولوا على وشو هذا مايك صح؟ ايه في كلمة اسمها مايك هناك على وش المايك؟ ما اعرف ما تعرف السيارة مايك سمو سيارة تعال جاوب تقوى تقوى تعال والله خلاص تعرف احنا عندنا اسمه الوسادة الوسادة دائما احنا نشغله ونشوف منه مسلسلات وكذا هذه الوسادة تبغى وسادة والله بعطيك شيء جديد بتشوف رسوم تحركة بتشوف نجوم الظهر لا لا بتشوف نجوم الظهر هذا تشوفه به نجوم الظهر وكذا حركة والله بعطيك معلومات على الدقيقة لا عندي فكرة ايش رايك بعد نشوف اسمه يا اخوي لا تبكي احنا عندنا تبكي يعني تضحك طيب شوف اذا ما اشوف لجنة المدينة عندي اول ما يقول محمد تجيب مايكك اذا ما جبت لك السياره ما اعرف شيء اذا اقول لك انت بس اقول واحد غيرك يجيب لي مايك هذا تنفعك هذه ينفعك هذا التلفزيون الكبير هذا التلفزيون تعرفه هذا التلفزيون بالله يا جابر تجلس بالله تعال والله والله يتكلم سامع بيتكلم جد خلاص خلاص والله انا ما اتكلم خلاص خلاص طالبك وين رايح بعد نعال برا يلا تعال هات بالله اليوم بتكلم قبل ولا لا عندنا ترى اختلاف لهجات جد حقيقي والله صدق اسمها الله يكرمك النعال عرفتها هي يسمونها نعال شوف جد والله شوف بعطيك كذا معنى هم يسمونها التليك هذه حقيقه اقسم بالله جد ايش يسموه التليك تليك ايوه نعال اي والله ولها اسم ثاني بس يعني عرفت انت شو اللي معك هذا ضاح لا حقيقة شنو بتبخ شيء علمنا أبخ إذا في غلط كلمة غلط علمني إياها يحصل لك ماي لا عشان الفرو عرفت لأن الدنيا برد برا والله برد الدنيا برا تكلم ضاح شوف تكلم تعرف أنا أجيب لك سطل تراب وما سميها إيش أخليك مدمور ورحلة ورحلة ما عليها بعدين بتحارب ترى جد يسمونها الثاني في ناس جزء جزء مو جزء أكيد يعني في جزء بسيط ترى تكلم صدق شوف بتفك الماي كل شوي بتغثني ترى عشان ماي في ناس تسميها سماعات ايش سمعت ايش ممكن نعم اقول لك مثلا انت تقول لي يوم قول لي يا محمد باخذ سماعاتك انا حس يا راسي يا راسي تعال يا جابر استغفر الله شرى ما عليك على اللي علمك استغفر الله العظيم
يا جابر جابر هو وين راح؟ ها؟ صدقني ما تبغى تتعلم شو اسوي لك؟ الله شوف 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 فضيلك انا؟ الين تعال خذ مني هداياك قدامك بنقالي ما يعرف.